تصدر اسم خالد صقر موقع البحث جوجل بعد شائعات خطوبته من الفنانة إلهام علي، خصوصا بعد مباركة ريان جيلر لهما، مما أكد على هذه الشائعة. خالد صقر ممثل سعودي من مواليد 1990، بدأ العمل في الدراما عام 2011، وقد حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجاني الأفلام السعودية والشباب، وقد نال أيضا جائزة أفضل ممثل في مهرجان الشباب للأفلام. يذكر بأن الفنانة إلهام علي لم تصرح باسم خطيبها الكامل، ولكن دايلر جيلر بعد مباركته لهما هو من فضح الأمر.